طلب وانتقادات النادي الافريقي وجماهيره للاطار الفني واللاعبين اللي رغم يعني ما مر به فريق باب جديد من صعوبات في الفتره الاخيره، لكن يبقى من بين اهدافه تواجد في مرحله البلاي اوف واللي حبينا والكرهنا نجح فيها النادي الافريقي الى حد الان من خلال تواجده في مرحله البلاي اوف بصفه رسميه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى. اكيد باش نزيدو نوضحوا الفكره سيد، احنا نحكيو على الرصيد الحالي نتاع النادي الافريقي ونحكيو فنيا. يعني الطموح نتاع النادي الافريقي كان الذهاب الى مرحله التتويج، مشينا وصلوا مجموعه التتويج واليوم يراهنوا على المرتبه الثالثه، يعني اللي يدخلوا بنقطتين حوافز يعني تقريب الاهداف معناها اللي رسمتها النادي الافريقي وصلت لها وفي الكورسه حبينا والكلام تدخل الكورسة كما قلت معناها فهمتي توا ورغم الظروف راه نقول لك منع انتداب راهي جمعيه تعاني مفروض انا يفهم دعم للرصيد البشري محدود واكدوها هذا الكل حتى من خلال قدوم اسامه سلامي وقال الناس الكل يعني مرت على النادي الافريقي الرياضي بتاع النادي الافريقي اسامه سلامي يتحدث يقول لك رصيد بشري محدود هنا في ظل الظروف هذه كله وعدم استقاله، يعني اداره قدمت استقالتها وفهمت بعد ولت هيئه تسييريه وبعد ما هذه في ظل هذه كله تلقى روحك تلعب مجموعه التتويج الور يعني تتحسن مع اللاعبين موجودين هذوما بالمقابلات وبنسق المقابلات. في الجانب المقابل سي شكري مستقبل الرجيش للامانه عودنا مستقبل الرجيش في مواسم الفارطه في الرابطه المحترفه الاولى كان مفاجاه ساره منذ صعوده لاول مره، صحيح ما عندوش تقاليد كبيره في الرابطه المحترفه الاولى لكن يبدو لي المشاكل التسييريه عصفت بالفريق هذايا خاصه في علاقه بغياب رئيس النادي محمد علي العروي نعرفه اللي في حكم قضائي معناته هو في السجن، ربما هذه الأمور التسييرية اللي لخبطت الوضعية في مستقبل الرجيش واللي رسميا تأكد نزوله للرابطة المحترفة الثانية. هات نحكي رياضيين وفنيين، فريق اللي خرج 20 ملاعبي يعني يتم تفريط فيه يعني بأسباب قاهرة خارج عن نطاق، يعني وقت اللي انت ما توصلش تأمن يعني مستحقات بتاع لاعبين أو بتاع إطار فني هنا يعني بشي يتغيب الاستقرار الفني، استقرار على مستوى المردود الجماعي والفردي بالنسبه للفريق هذايا، شنية معناها التتبعات بتاعها؟ هي انت السلبيه اكيد، انت باش تعمل نويو نتاع جمعيه اخرى، يعني باش تعمل جمعيه فنيا معناها نحكي على امور فنيه. صحيح. هنا يتطلب وقت، يعني للانسجام، لاعبيه صغار، وليدات صغار طلعوهم من السنيور بي نتاع نقص في الخبره. نقص في الخبره، معناها متعودين بأجواء برشا. تنكملوا بها في المجموعة الثانية كانت دارت في ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير وانتهت بهزيمة الاتحاد على أرضية ميدانه أمام اتحاد بن قردان هدف مقابل صفر اللي ربح في المنستير بالذات هدف البطولة رفيق الكمرجي اللي وصل تألقه وتقديم إضافة في الخط الأمامي لاتحاد بن قردان من خلال تسجيله الهدف الانتصار في دقيقة 61. ثلاثة نقاط مهمة لاتحاد بن قردان يتصدر بها المجموعة والترتيب في المجموعة الثانية مع منافس، ويعني مباراة كانت من فئة 6 نقاط، ربما الاتحاد المنسيري لو فاز في المباراة هذية باش يضمن رسميا المرتبة الأولى، لكن العكس هو اللي صار، اتحاد بن قردان عاد ب3 نقاط مهمة خليته إلى حدود الجولة الأخيرة أمام فوسرة أنه ينهي مرحلة الأولى من البطولة في صدارة ترتيب المجموعة الثانية. والهدف اللي سجله رفيق الكاميرجي خليه ينفرد بصدارة ترتيب الهدافين
في الرابطة المحترفة الأولى ب 11 هدف من مجموع 12 هدف سجلهم اتحاد بن قردين. يعني 12 هدف سجلهم بن قردين فيهم 11 سجلهم رفيق الكاميرجي وخليته ينفرد بالصدارة متميزة جدا. وذاك علاش انا نقول علي لازم قدام اتحاد بن قردين. اتحاد بن قردين فريق يعرف يسافر، جاب عدة نقاط من خارج ملعبه، فاز على النادي الافريقي في رادس، فاز على الاتحاد المستيري في المستير، فاز على في مقابلته الأخيرة. ينجم بن قردين ياخذ 4 نقاط متاع الحوافز في